يصنع يوما إحسانا يبغي في ذاك الرحمن روحا يجزيه وريحانا قد صدحت آيات فاستبقوا الخيرات يفعل خيرا يجزاه والجنة تصبح مأواه فتقر بذلك عيناه في أعلى الدرجات فاستبقوا الخيرات يتفايض حبا كن نبعا وزلالا عذبا وعطاء قد حاك السحبا في روض الطاعات فاستبقوا الخيرات تسرع للخير تقصده بجناح الطير وتبث البسمة للغير في أحلى النسمات فاستبقوا الخيرات صل رحما تحظى بالحسنى ومقام في الجنة أسنى لا تخشى خوفا أو حزنا في تلك الساعات فاستبقوا الخيرات خيرا تحصد أجرا فالدنيا مزرعة الأخرى ذا ربك نادى بالبشرى وعد الجنات فاستبقوا الخيرات